الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن اول مره طبعا ملكه الجزائر ميليسيا تتكلم وتتحدث بنفسها، وبتقول كمان لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وان هي طبعا حازت على ملكه لقب ملكه جمال الجزائر سنه 2022، وهي طبعا عندها 20 سنة وكمان لسه ما زالت بتدرس في مجال التكنولوجيا. سلام، راهو الحق علينا رمضان الكريم، ان شاء الله نصوموا بصحة ولهنا. نقول لكم كل عام وانتم بخير. ميليسا حمو مروي، ملكة جمال الجزائر 2022. هنعرض لحضراتكم اكبر معمرة في الجزائر، هي الحاجة فاطمة، ربنا يديها الصحة يا رب، وهي بتحتفل بعيد ميلادها 120، ربنا يديها الصحة يا رب كمان وكمان، ويخليها لاولادها واحفادها باذن الله تعالى، ويدي كل الناس الصحة ويبارك لهم في صحتهم يا رب، اللهم امين. خبرنا يكون خلص خلاص، ونشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طبعا طيبين، وما تنسوش دايما كل الناس بالدعوات، تنسونيش كمان من دعواتكم في الشهر الكريم الفضيل اللي احنا فيه ده.